يسعد صباحكم. نباتاتنا أحياناً منحتاج ننقلها من مكان لمكان، أحسن وقت للنقل بالشتاء، لكن دايماً بحاول أوضح لكم فكرة بسيطة. النقل من أوار لأوار بأي وقت بتنقله ما عندنا مشكلة، النقل من الأرض للأوار هو اللي بدنا نكون حذرين بتوقيته، وعادة بيكون توقيته بالشتاء، يعني من شهر خلينا نقول آخر 11 معانا لآخر 2 نص 3 برضو حسب البرد، الموضوع نسبي. بشكل عام بتكون العصارة بالنباتات واقفة، النباتات مش نشيطة، موسم سكون، فأنا بقدر أنقل نباتاتي. برجع وبأكد عليكم من أوار لأوار ما عندنا مشكلة، مش مشكلة بدي أسميها، لكن الوقت الصحيح لنقل النباتات من الأرض للأوار بهذا الوقت. عشان عم نحكي عن النقل، نقل النباتات الداخلية برضو ما عندنا مشكلة فيه طول السنة، يعني ننقل نباتاتنا طول السنة داخل البيت لأنه هي محمية، فبالتالي إحنا مش خايفين من برد. لكن دائماً نستثني أيام البرد الشديد والصقيع لحتى نعمل كل إشي للنبتة، يعني بنحاول وقت الصقيع والبرد حتى بالبيت حتى بالمحمي ما نسمد. خلينا نريح نباتاتنا بفترة المربعانية، بفترة البرد الشديد، بفترة الصقيع. فبنستنى يوم زي هيك مشمس، أنا ما بقولكم دافي، لكن هو نسبياً أدفى من الأيام اللي بتكون برد شديد، وبننقل من قص، حتى القص بده يكون برضه في وقت معين بعد ما يمضي وقت الصقيع. هلأ نباتاتنا اللي بدها تنتقل ونباتاتنا بشكل عام، تعرفوا أنتو هي إما دائمة الخضرة أو متساقطة، على الجهتين بنقدر ننقل. لكن لما بدي أنقل شو الأشياء اللي بدي أعملها؟ أنا معي الشب عم بحفر على نبتة المرجان اللي كلنا بنعرفها. طبعاً إحنا عشان التوضيح يكون أكتر حبينا نجيب نبتة صغيرة، ومعنا شجرة تانية كمان نقلناها. هلأ نبتة المرجان دائمة الخضرة، لما بدي أنا أحفر على أي نبتة، طبعاً مبدأ الحفر واحد ومبدأ النقل واحد، هي الفكرة بس كيف بدي أقص بعد النقل. هلأ بدنا نحفر غميق حوالين الجذور، نحاول ما نضرب الجذور. شوفوا كيف عم بحفر حواليها بشكل دائري لحتى يطلعها بجذور سليمة. الجذور الصغيرة الشعيرات مش كتير بنخاف منها، حتى إذا كانت متعارضة كتير ممكن نقص منها، حتى لو مش متعارضة يعني بعد ما أخلعها حسيت جذورها كتيرة بقدر أخفف من هاي الجذور، لكن الجذور الرئيسية هي اللي بدي أدير بالي عليها. تمام. وعادة النباتات الصغيرة بتكون أكيد أسهل من النباتات الكبيرة اللي ممكن تغلبني. هلأ بعد ما أنقل النبتة بدي أحاول أقص منها. هلأ أنا عندي هذا الفرع طويل، شوفوا هذا الفرع طويل، دائماً النبتة لما بدي أنقلها بدي أحاول أخفف من ورقها. عم نحكي عن دائمة الخضرة ليه؟ لأنه الورقة هي مصدر للتبخر الزيادة بالنبتة، فعشان هيك بحاول أخفف. هلأ ليش بننقل بالشتاء؟ لأن التبخر كمان أقل، فالنباتات الدائمة الخضرة، ليمون، زيتون، مرجان، غار، سنوبر، كلها نباتات، بكسس أو شمشير، هاي نباتات كلها دائمة الخضرة، فأنا بقدر أنقلها بس بدي أقص منها، لازم أخفف لحتى أريح النبتة. نبتة طالعة من مكانها جذورها رح تتحرر، ما رح يعني زي كأنها غيرنا كل بيتها، فبالتالي عشان نخليها تتأقلم بدنا نخفف شوي من ورقها. يعني أنا معي هون نبتة المرجان، شوفوا كيف رح أقص هيك، أنا خففت منها. هلأ بعد ما تطلع بنشوف إذا بدنا على الدائر كمان نشيل منها، هي لحالها شكلها حلو، فبالتالي أنا بس بدي أخفف. تمام، شوفوا كيف طلعت معنا الشتلة، هاي المنطقة مع التراب اسمها الطوبارة، متعارف عليها اسمها الطوبارة. هلأ هاي ضروري تكون معي سليمة ما تفرط الطوبارة، ولأي أغراض نقل سواء من أوار أو من الأرض حاولوا، ما بدي أقولكم عطشوها، لكن ما تكون مسئية عشان ما تفرط الطوبارة. الطوبارة تفرط يعني الترابة تنزل من حوالين الجذور. فهلأ أنا اللي رح أعمله رح أخفف كمان من الورق،
يعني هي ما شاء الله شكلها حلو فأنا ما بدي أخربه، لكن أنا شوي بدي أريحها. هلأ ميتو جبت قوار، هلأ شوفوا القوار اللي معنا، قوار المشاتل، ومعنا الترابة، رح نحط تربة تحت. يلا هلأ دقيقة، هنا في حالة حسينا هاي الجذور زي ما قلت لكم صغيرة زيادة، ممكن أقص منها برفق بدون ما أضرب الجذور الرئيسية. حط بالقوار، عم بفتت هلأ، هو عم بشيل شوي من التراب البعيد عن الجذر الرئيسي، يعني هو ما رح يضر النبتة، شوي من هون بس، هو لأنه القوار أصغر طلع ممكن يشيل من التراب شوي. هلأ بدنا نحطها بالقوارة المناسبة للحجم، وهذا موضوع كتير مهم. لما بدي أنقل نبتتي بده يكون حجم القوار الجديد مناسب، أو بدنا ننقلها على أرض جديدة. هلأ هون عم بنحط بيتموس برضو، تربة زراعية. هون في عندي زي ما بتعرفوا السماد العضوي، هلأ وقته وهلأ بنقدر نحطه، نقدر نحط لنباتاتنا سواء بالقوار، والأفضل إذا كانت رايحة على أرض من السماد العضوي، لأنه السماد العضوي مفيد لحتى يفتت تربتنا الطينية ويعمل فيها فراغات عساس تساعد على تهوية الجذور. ودائماً دائماً قوارنا نحاول يكون في تصريف صح، يكون حجمه صح بالإضافة لخلط التربة. إذن إحنا في عنا نباتات دائمة الخضرة ونباتات متساقطة. شجرة الألبيزيا اللي معنا هي متساقطة، قصيناها لحتى نحافظ على شكلها. دائماً طبعاً المتساقط ما بيكون عليه ورق كتير، فبالتالي يعني بيكون خلينا نقول أخف ضرر، لأنه ما في ورق، مش حامل حمل كبير. المهم في الموضوع بعد النقل، لا سمح الله ما إجا شتا كتير، بدنا ندير بالنا ما تعطش النبتة. دائماً بنقول النبتة اللي بتروح على موقع جديد هي نبتة جديدة جاي على جو جديد مش متعودة عليه، على أرض جديدة، فإحنا بدنا بداية نهيئ لها الأجواء اللي بتساعدها لحتى تنجح. برجع وبأكد عليكم النقل بهذا الوقت أحسن وقت. إذا الشجرة كبيرة زي ليمونة، بوملي، زيتونة، حاولوا تقصقصوا منها، أو مش حاولوا، بدكم تقصوا منها منيح. إذا الشجرة مش دائمة الخضرة بيكون زي ما قلت لكم الوضع أسهل، مجرد ترتيب وتقليم العادي، يعني هي لو بالأرض رح نقلمها، فأنتوا التقليم اللي بتقلموها بالأرض قلموها بعد النقل. وعشان نكون كمان زي ما بيقولوا بالسيف سايد، أو إنه نضمن عدم وجود أي ضربات على الجذور، أو إذا إجا ضربة لا سمح الله، مش غلط نسقيها بمبيد فطري لعفن الجذور. انتبهوا، المبيدات الفطرية لفوق التربة تختلف عن السقاية. إحنا هون عشان هالمرة كان الدور الأكبر للجذر، بدنا نسقي بمبيد فطري لعفن الجذور، موجود بالأسواق بأسماء تجارية متعددة. وهون بدي أقول ما بدنا نخاف من النقل طبعاً، إذا شجرة كتير كبيرة أكيد الموضوع صعب، إذا عم نحكي عن 20 سنة وطالع بدنا نحاول إنه ما يعني، حتى لو بدنا نخلعها بيكون كتير أقل الموضوع. النباتات في منها ورق إبري وفي منها البرود ليف أو الورقة العريضة. الورق الإبري زي الثويا، الجولد ستار، الأرز، هاي النباتات بالذات أحسن وقت لإلها الشتاء، صعب جداً تزبط بالصيف، أو تكاد تكون إنه حتى ما بتزبط. فديروا بالكم لهاي النباتات، وهاي النباتات اللي أوراقها إبرية بالذات لأنها حساسة بدنا نحاول نسقيها بالمبيد الفطري المعالج للأمراض الفطرية بالتربة. بتأمل تكون وصلت المعلومة بطريقة مبسطة. اللي حابب ينقل لأي أهداف بالحديقة، مثلاً صار عنده النباتات قريبة من بعض كتير، كبرت، عنده مشروع تبليط بالحديقة، بقدر بهذا الوقت ينقل. دايماً بتأمل تابعوني على صفحتي إنجينير أمل القيمري، المهندسة أمل القيمري، ومني لألكم أحلى صباح.